لعين عليكم انا تمتمي خلاص لي زينيتي هنا سبحان الله. انت تمتم تبدا تشكي. دقيقه اخويا اربك اينيتي خفيتوا لينا ايت ار هنا انت ثاني رجع له التليفون. واش بك مسمار انت يا صاحبي؟ شكون هذا ايت ار هذا؟ ايت ار ما تعرفوش. الله يبارك فيك سامر خو الله ما شاء الله. الله يسلمك سامر. راه فاميل يا خو والله يلا مزيان بها عطيت لك يلا يا خو والله العجوزه مريضه مسكينه ما كانش. شوف فامي ملاكاس من ناحيه من حساب اخو. بارك الله فيك والله راني زقو يا الله يبارك يا يبارك فيك با 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 يا خو راه عينيتي 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 اخو يا صح ان شاء الله يا ربي يعطيك شكاره لويز وفيزا الانجليز عرفت دامي باش خرجت بالسيط والله غالب يا اخي تعرف وانت ثاني طحت فوندا يا ترمي علينا راك شحال هذا هذا لازم تلبس مع جيلي بانطون يتيري يا حليل يا حليل هادو هما اللي يديروا التاو جار او اش خويا صافا انا شما او انا دامي ما عنديش انا دامي كاش يا علي شنو هذا نشرب او سامير صح اسمي بيك وصلك بلي جوي واش دير لي اخو اسمع حبيبنا راه 5000 هذاك مسيو ارا او في الانجليز خويا ما تقوليش راح تصور فيسبوك مع بيك بانك ما قاليش باع الفلوس باع ويزغد هذا والله نراك والله راه راه ويزغد سبب بالله اوه داتي واش راك خو راه فاميل يا اخو حبابه فاميل لا حبيتي ولا كيما عيط ارا والله غير تري احلانا في الجزائر راه راه شوف شو غادي يعطيك فاميل راه فاميل يا جاك والله ما نكذب ماذا انا طمع انا مش لك غربه الله يعيب عليكم قسم بالله غير عيب عليكم انا نموت على حومتي انا كي نلحق الغربه عبك نكح حياتي نحب غير وقتاش نولي واش فيها حومتك باش تحبها انت اولهم سمير الكذاب ميتومان ينفونتي حكايه باش الحومه كاع تهضر عليه بار اكزومبل يقول لهم انا والله ما خدم ما ياخذ دوسي تاع الفيزا فيزا اوكايا نروح نقز ندخل حتى لواحد عباك الحومه يعسوا يقرا عدو وقت تغلي خويا عيب عليه سرب في بيه ما تكسرش راسك هاي خلاص هاي جات رولي دادي للروح قلت له واحد ميتا في البيت ربي يسهلك ما فهمتش انا يا اخويا دائما هكا يرفزوني انا في الفيزا انا حاب نروح يا اخو نروح محطه انايا وين ترى الانجليز نروح نروح الانجليز وين جات يا فيكم غير مع عند انتوما واقيلا سمعت سميرة ورايح حبيت تروح قال لكم انا قال لي قال لي اسمع قال قال حومه لا يو كذاب والله ما نكذب هما اللي سمعوا ولا غير الحوزه ويدوب الكورطه بابك ما بيش قاوش في هذيك الكورطه انا حاب ندخل في هذاك الكورطه يا خو صنع جبتو يا خويا السلام عليكم انا غادي نمشي طلع 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 على على صبر بالميجيك يا فيزا الانجليزي يا فيزا الله هودا واش ليكي يا حبيبي كيفا واش تشيبا كاين والو يا اخو واش عندي راح انجليسيو انجليسيو كيما مداري في الحومه كاين جروب برودوي شيميك بالحنه غير يطيحوا زقوا يدوروها بابا سالم هكذا ينافيكيو باش يلقاو العشيه بتبنيجه هي كاع فاش تعجبني الناس على بالهم بيهم بصح يديروا لهم قسطوهم يرموا لهم شويه تقرقيبات زنقة تحرش في رغين شغل لي جوز يقولوا له كانيش يا كانيش يا لي جبال روحه هذاك رحت عليه هذا هو الصامت تاع الحومه يموت على طوموبيلته تال موصلها بزاف حالت نحب نستشفى فيه كي يلقاش بلاصه وين يقاري يهبل يقعد سوايا هو يستنى والله ماني طالع ناكل هنا انا تلقى بلاصه
شنو يديروا لها طوموبيل هناك. هكذا قاعد صامت وغير يلقى بلاصه كيفاش يقلها. هكذاك وما يتهناش كل نص ساعه يحبط يفيري فيها. يا لا فام بيان سير عندنا موعد لغران جوار نموتوا عليه عنده واحد موهبة يأكل في شوينغوم ويجونغلي به يحطه في فمه نورمال يلعب به منا الغدوة. حاجة اللي تعجبني فيه لا بريسيزيون يخو اوزيلو ما عندوش هكذا. كي نقولوا جبالو في الراس يجبالو في الراس. اقسم بالله هاي لك ولاش نحب نقعد في الحومه انا يا قاعدين في الحومه 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 تقطع وتقعد عيش والعين المسمومه قاعدين في الحومه 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 تقطع وتقعد عيش والعين المسمومه قاعدين في الحومه 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 تقطع وتقعد عيش والعين المسمومه. في فيا 100% حومه جيت نشوفكم انا من غليزان كاميرا مار طحت الواحد هذا واد الواس دي اسمو بزاف ديال حومات الواد 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 منو باي باي. السلام عليكم هذا يحفيد عم احمد الله يرحمه كان عامل الشرطه هذاك عم احمد كان مساهين الله يرحمه عم احمد في هذه العواشر ونسلموا على اهله وعلى غانم السلام عليكم والله البيوتر والله البيوتر فاصل فاصل